الخبر اول عدى عن مشكله احمد ابو الرب الصبا ومشكلتهم ويا ابو محمود التركي. القصه كلها بدت يا حبايب لما ابو محمود التركي طلع بث مباشره على حسابه بالانستغرام وهذا البث صار يقول بيه ويسب بيه ويتهجم بيه على احمد ابو الرب بشكل مو طبيعي. فحسب ما قال القصه انه هو اساسا ما كان معزوم على حفله ابو الرب، ولكن كان يسوي له مفاجاه انه يجي الخطبه مالته ويسوي له مفاجاه هناك بالخطوبه، ولكن هم منعوا من الدخول الخطوبه وطردونه عن ما. فحسب ما حكى القصه يا حبايب انه هو راح لقاعه مال الخطوبه ولكن ما دخلوه، وانما على اساس هو كان متفق ويا عمر اخو احمد ابو الرب وانتظر هناك حوالي 10 دقائق ولكن ما دخلوه الحفله، وصار يتهجم على احمد ابو الرب يقول انه هو شال فولو عني وانا جاي من فلسطين للاردن. طبعا بالنهايه يا حبايب احنا ما نريد ندخل دول بالموضوع، ولخصت لكم البث مالته يا حبايب بشكل مو طبيعي فشوف الرد مالته. موضوع ابو الرب تمزح؟ لا والله بمزحش، خليني احكي لكم جد بمزحش انا هلا رسمي بحكي. المهم ابو الرب اعلن عن موعد خطوبته، ما عزمني ابو الرب، حلو؟ فحبيت افاجئه. حكيت مع اخوه عمر، فحكى لي عمر اهلا وسهلا، حكيت له انه بدي اجي بس ما تحكي لاحمد، حكى لي اهلا وسهلا املاتي ورائي على الاردن. طبعا هذا بعد زل، بعد تفتيش، بعد ايش بدكم، تفتيش عند اليهود وفحوصات كورونا، عجبوا علينا على الجسر، رحت اجيب هذا الورد وجبت له هدايا، فدخلنا كل شيء تمام، اهلا وسهلا ومش اهلا وسهلا، دخلنا على الاوتيل وصلنا البوابه اللي بدخلوها على شو اسمه لجوا يعني، فقعدوا يفحصوا اصحابي، بحكي ايش بيعملوا يعني. فاتريه يا جماعه انه لازم يكون مسجل اسمك على الورقه، او مش مسجل على الكمبيوتر، عندهم لازم يكون مسجل اسمك على الكمبيوتر، فانا الوحيد اللي مش مسجل. ناديت عمر بحكي له ايش في يعني، انا حكي لك قبل وكذا، قال بحكي لي انا ما توقعتكش تيجي، بحكي له طب شو، بحكي لي مش عارف شو احكي لك، هلا برجع لك. قلت والله هلا برجع لي يعني، هلا الموضوع بحله كل شيء تمام. والله استنيت ويلك يا عمر 5 دقائق 10 دقائق تخيلوا. فياسر بحكي لي عمر مش راضي يطلع او شيء زي هيك، واحد يا بيطور يا ياسر من اصحابي اللي كان معه، فبحكي لي مش راضي يطلع. تخيلوا لوين الندالي، الله يعني بديش اسيب، بس يعني عيب والله العظيم، عيب عليكم، عيب جد عيب عليكم. انتوا ناس، انا بعرف انكم هلا بتحضروا اللايف، بس انتوا ناس جد ما بتستحوا، واحد مقدركم وجاييكم من اخر معمر الله، جاييهم من القدس، واخر شيء بتعملوا هيك، والله العظيم عيب عليكم، عيب. انتوا جماعه الخاص يعني، انتوا تخيلوا لوين ما اندلهم يعني، عالم حقراء، انا ما توقعت هيك يعني، هم سخين لهالدرجه جد، بس جد في هيك عالم، بدي اسب بس مش قادر. بالنسبه لسال احمد ابو الرب يا حباب، من واضح انه هذه الستوريات او هذا البث مباشر استفز احمد ابو الرب، طلع بشويه ستوريات وطلع يرد بيه على ابو محمود التركي يقول ان هذا الشخص كذاب، وانه هو لا كان متفق ويا اخو عمر ولا كان متفق ويا اي احد، ولا اصلا سن هو يعرفه يعني، فبهي حجه هو طالع يحكي عليه. وطبعا يا حباب هذه الستوريات اللي طلع يحكي بيه عليها، وراح حذف هذه الستوريات من حسابه وقال انه اساسا هو كان هدفه انه يرد عليه، فنزل هذه الستوري كاتب احم عملت ستوريات ارد على شخص لانه كثير استفزني لانه عم بيكذب على لساني كثير، بعدين شلت الستوريات لان اصلا طلع هدفه ارد عليه، شلت الستوريات والله يسامحك يا فلان. وهذا نزل شويه ستوريات يا حبايب يقول ما كان مفروض ارد على هذا الشخص لانه هو كان هدفه انه ارد عليه وانه هو استفزني. على كل حبايب راح تكون كل هذه الستوريات شوفوها. احكي لكم قصه صارت معي امبارح وانتوا احكموا. امبارح قبل ما اوصل الحفله برنوا علي الشباب بيحكوا لي اسم معين، بيحكوا لي هذا الشخص تعزمه ولا لا، الاسم اول مره بمر علي بحياتي. فلا قلت لهم لا مو عازمه، ما بعرف مين هذا الشخص. بالتالي ما دخلوا القاعه، ما دخلوا الحفله. بعدين اليوم اكتشف انه هذا الشخص طلع واحد مشهور نوعا ما، ومعتبرني صاحبه مع اني انا بالمره ما بعرفه الشخص، بحياتي ما شفته بالحقيقه، وطلع جاي بدي يفاجئني. ولا انا لو اني شفته ما بعرف مين هو يعني، لو اني شفته بوجهي كيف حتفاجئني، انا ما بعرفك. وهلا عم بعمل لايفات بسبسب علي لانه انا ما دخلته على الحفله. سب قد ما بدك، هاي بالاخير حسنات لإلي. وانا جد ما بعرفك، الحفله لاصحابي وقرايبي، ما بعرفك مان. لو تعرفوا كميه المواقف المحرجه اللي حطيت فيها بسبب هالحفله، كثير مشاهير شايفينها ايفنت اكثر ما هي حفله خطبه يعني، حفله خطبه يعني لازم اقرب الناس لانه يجوا، حفله خطبه مش عرس حتى، خطبه هم شايفينها ايفنت، شايفينها محتوى، بدي اجي اجيب لايكات، فاعل في بعض هيك شايفه، والا من رحم ربي. لا بالاخير 70% من الناس اللي اجوا مش مشاهير اصلا، الشخص مو فارقه معي مشهور او لا، الفارقه معي مين هو الشخص اللي جاي بغض النظر عن شهرته. فعن حطيت في كثير مواقف محرجه، وهذا الشخص هسه قاعد بيطلع بسبسب علي، والله لو انا بعرفك كنت جد صاحبي كان عزمتك اول واحد، عزمت ناس صحابي من 5 سنين، في ناس صلي جد 4 5 سنين مو شايفهم اجوا. فبس يا جماعه السب المره مو اسلوب، السب بحياته ما كان اسلوب. دليل على ضعف موقفك السب. يس
فصلت الستوري بعرفش. هو قاعد حاليا بحكي هذا الانسان قاعد بحكي انه هو متفق مع اخوي. لا ما اتفق مع اخوي. اوكي هذا التصريح واضح ما اتفق مع اخوي. يا جماعه مشكلتي انا مشكلتي انه سهل استفزازي وانا مرات بقلب انسان عاطفي يعني قد ما انا بكون يعني زي رجل آلي بس مرات فجاه اوف بصير اتاثر. يا الله الغباء يا الله المفروض ما رديت عليه. اكون اكتب لحبا بالكومنتات هل تشوفون احمد ابو روبو كيف يهزم اللي يريده ولا المفروض ان كان يهزم ابو محمود التركي. روح حاليا انس شايب يا حبايب تنزل شويه ستوريات تسال المتابعين اللي يسالوا اسئله. فهو شيء يا حبايب جال هو شو وقت عاد راح تنزل اغنيه تخف علينا؟ طبعا يا حبايب هو قال ان شاء الله راح تنزلنا بيوم الاول من السنه الجديده. طبعا هذه الاغنيه صار ننتظرها شهور راح تكون بيا بيسان وانس الشايب. والستوري اللي بعده سالوه انه هل انت اعتزلت الملاكمه؟ فرد انه لا ان شاء الله حيكون اكو بطوله قريبا. والستوري اللي بعده كان يعلم من خلال عن الفيديو اللي راح ننزله اليوم يا حبايب من الواضح راح يكون مقلب بيسان اسماعيل ونارين بيوتي مقلب الجن. طبعا المقطع حينزل على قناه انس الشايب تقريبا اليوم الساعه 7. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات ايش قد انتم متحمسين لهذا الفيديو. ننتقل حاليا ريدر ياسو. بالنسبه للريدر يا حبايب فهو كان منزل شويه ستوريات ويا نورمر كانوا طالعين ويا بعض يحضرون فيلم ويا بعض. اما بالنسبه لياسو فنزل شويه ستوريات تتحمسنا بها عن المفاجات القادمه وبنفس الوقت تعتذر على الغياب مالتها. راح اعطيكم الستوريات خير كيف كان شو اخباركم طمنا عنكم. والله مس شفتكم كثير اللي فتره غايبه بعرف بس كان عندي كثير هيك قصص عاملها ودراسه ما بعرف شو فان شاء الله عم جهز مفاجآت بتجنن فترقب. نتغى حاليا ليارا يا حبايب والشي صارت تبكي فنزل شوية ستوريات جدا تبكي بها وتقول انه عندها امتحان كيمياء. روح حاليا المتابعين الفازات الحب يا حبايب اللي طلعوا شوية اشاعات انه نورمر يحب يارا. بعد ما يارا نزلت هذا الستوري كان كاتبه بيه جفاف وحط بيه اغنية رومانسية جات ما عشانك. نورمر نزل نفس الستوري بنفس اليوم هم حط بيه نفس الاغنية وتنوع عن ما هي رسالة موجهة ليارا. عشانك بنزل نجوم بنزلك سما حاملك الغيوم ماسك كفك انا. ما ادري صراحه من احبه بالكومنتات تشوفون فعليا هو كان يفكر بيارا او لا. وننتقل حاليا لابو فله يا حبايب وعيد ميلاده في اليوم هو عيد ميلاده فكل عام بخير اقبال مليون سنه يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتعادوا بالكومنتات على عيد ميلاده. بالاضافه ونزل شويه ستوريات ستوريات ضحك كان مربط ما ادري صراحه شو مربط وكان حوالي اصدقائه قاعدين يصوروه وقاعدين يكتلون بيه. راح اعطيكم الستوريات شوفوها. هذه فرصتكم شباب هذه فرصتكم. اي واحد يبي ياخذ مني شيء يضربني هاي فرصته. اي واحد منكم ولا صدقونه اول ما هالاشياء تروح دقيقه والله بدعيه والله وجهك بريء والله وجهك. بالختام يا حبايب عن التهجم اللي تعرض له احمد ابو الروب بسبب انه معزوم صديقه مروان صديقه من 2016 يعني حوالي 5 سنين هو معزوم على خطبته. بعض الاشخاص شافوا ان هذه الحركه غلط او ناقصه من احمد ابو الروب ما ادري الصراحه. اكتبوا لنا بالكومنتات وبالنهايه هو خطبته انا احس انه بكيف يريد يعزم اللي يريده وما يعزم اللي ما يريده يعني. اكون اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالاخبار وبس. شاركوا في الزين مقدمك القصص احبكم حطوا زر لايك اشتركوا بالقناه وبس. شاركوا في الزين مع السلامه.